يجب على كل من يصطاد الأسماك في ولاية فيرمونت اتباع اللوائح المصممة للحفاظ على صحة مجموعة الأسماك للأجيال القادمة. يتضمن ذلك الحصول على رخصة صيد إذا كان عمرك 15 عاماً أو أكثر. يعد كتيب دليل ولوائح الصيد في ولاية فيرمونت مصدراً مهماً للمعلومات حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من هذا الكتيب عبر الإنترنت على الموقع، أو بدلاً من ذلك اتصل بالرقم 802-828-1190 لتحديد موقع أقرب وكيل لك، أو للحصول على نسخة مطبوعة يمكننا إرسالها بالبريد مباشرة إليك. يتم وصف اللوائح العامة لصيد الأسماك في ولاية فيرمونت في 3 جداول. يحتوي الجدول الأول على اللوائح العامة لصيد الأسماك في ولاية فيرمونت، هذا متاح على العنوان التالي. يسرد الجدول أنواع الأسماك وأنواع المسطحات المائية التي يوجد فيها كل نوع، والحد الأدنى للطول للاحتفاظ بشكل قانوني بسمكة من هذا النوع، والحد اليومي والكمية التي يمكن للصياد أن يأخذها من التجمع المائي كل يوم، والطرق القانونية لصيد أنواع الأسماك، والموسم المفتوح الذي يسمح به للصيادون بصيد أنواع هذه الأسماك. لاستخدام الجدول ابحث عن أنواع الأسماك التي تم صيدها في العمود الموجود على يسار الجدول. إذا لم تكن متأكداً من كيفية تحديد ما يمكن اصطياده، شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية تحديد 14 نوعاً من الأسماك الأكثر شيوعاً في مياه فيرمونت. بعد ذلك انظر إلى يمين اسم هذا النوع من الأسماك لمعرفة القواعد التي تنطبق على صيد هذا النوع من الأسماك والاحتفاظ به. توجد بعض المسطحات المائية ذات اللوائح المحددة التي تتجاوز تلك المدرجة في الجدول 1. في النسخة الإلكترونية أعلى الجدول مباشرة توجد روابط لمؤشر الأنهار ومؤشرات البحيرات للعثور على اللوائح الخاصة بأجسام المياه هذه. يحتوي الجدول 2 على لوائح الصيد العامة لبحيرة شامبلين. مثل الجدول 1 فإنه يسرد أنواع الأسماك والحد الأدنى للطول المسموح به قانونياً للاحتفاظ بأسماك من هذا النوع، والحد اليومي والطرق القانونية والموسم المفتوح للصيد. ومع ذلك يحتوي هذا الجدول على اللوائح التي تنطبق فقط على بحيرة شامبلين. يصف الجدول الثالث اللوائح العامة لصيد الأسماك في نهر كونيتيكت. يصف هذا الجدول أنواع معينة من الأسماك الموجودة في نهر كونيتيكت والقواعد التي تنطبق على صيد تلك الأنواع. دعنا نتدرب على استخدام الجدول الثاني. لنفترض أنك اصطدت سمكة الفرخ الصفراء. لمعرفة اللوائح التي تنطبق على صيد هذه السمكة انظر في العمود أقصى اليسار من الجدول الثاني بحثاً عن سمك الفرخ الأصفر، يقع بالقرب من أسفل الجدول. بمجرد العثور عليه انظر عبر الجدول إلى اليمين للتعرف على اللوائح. يمكنك أن ترى أنه لا يوجد حد أدنى للطول ولا حدود، ويمكن صيد سمك الفرخ الأصفر طوال العام أثناء الصيد في المياه المفتوحة والصيد على الجليد. ومع ذلك تذكر أن تأخذ فقط ما تخطط لاستخدامه للحفاظ على تجمعات الأسماك. اتباع لوائح الصيد التي حددتها ولاية فيرمونت. يمكننا جميعا القيام بدورنا لضمان بقاء العديد من الأنواع من الأسماك على قيد الحياة لسنوات قادمة. صيدا سعيدا.